السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ليديليس أم البنات. يوم إن شاء الله غادي نشارك معكم تحضيرات أنيفرسير ديال بنتي الكبيرة. غادي نحضر معكم دي بوب كيك شوكولا، دي كوب كيك شوكولا، وغاتو دانيفرسير نمبر كيك، غاتو دي شيفخ. باش الفيديو ما يكونش طويل، غادي إن شاء الله يكون فيه جزئين. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اول حاجة غادي نحضر لي بوب كيك. غادي نستعمل ان غاتو شوكولا اللي حضرته من قبل. فيت درت ان غاتو ودرت لي كوب كيك. الوصفة ديجا عندي في القناة، غادي نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. ناخذ هذا الكاتو، هذا غادي نقطعو، غادي ناخذو نقطعو فراتت، وغادي ندوزو في الطحانة. خصني نرجعو ديميات، غادي نطحن بشويه بشويه. فوالا رجعتو دي ميات، وغادي نديرو في هاد البول، ونبقى غادية بحال هكا حتى نكمل الكاطو. وقيلا ما غادي ندوش كامل، كندير غنبقى غادية بشوية بشوية، يعني ميزاني على حساب شحال بغيت ديال لي بوب كيك. فوالا كملت بالطحين، خديت غير هذا القدر هذا. غادي نخلطو بالفخوماج ناتور، فخوماج تارتيني ناتور. غادي نبقى ناخد بشويه بشويه، غادي ندور في الاول جوج معالق كبار ونخلط، والا بقى خصني نزيد. من هنا استعملت كاطو اللي صايبتو في الدار، كنقدروا نديروهم مثلا ب بالكوكيز ولا بالبسكوين اللي نقدروا نشريوه، حتى هما حتى هو نقدروا نديرو. غير هو البسكوي غادي نخلطوه نخلطوه بالشوكولا، نخلطوه بالزبده، الزبده والشوكولا، ماشي بحال هذا اللي صايبتو انا في الدار. ما غاديش نزيد عليه الشوكولاط حيت ديجا سان غاطو وشوكولا. غادي نزيدو شويه ديال الفرماج، المهم خصني واحد لا تيكستور اللي نقدر نجمعها بيدي، حيت غادي ندير كرات. غادي نزيد معلقه اخرى، غادي نبقى نخلط حتى نحس به يتجمع ليا. صافي دابا حسيت بيه بانو كيتجمع. صافي دابا منين تجمع ليا غادي نبقى ناخذ كرات صغيورين، وغادي ندير نحاول نديرو متقدة وحدة واحد الكويرات، كورهم مزيان. فوالا غادي نبقى غادية بحال هكدا حتى نكمل الكرات ديالي كاملين. من بعد اون فيت بديت كنعبرهم، درت فيهم 20 غرام، دونك باش يجوني تقدا وحده استعملت الميزان ودرت فيهم 20 غرام. دابا ملي كملتهم غادي نغطيهم وغادي ندخلهم الثلاجة باش يشدوا ليا مزيان، عاد ديك الساعه ندوزو ليطاب سويفونت.
باش غادي نزوقهم. هنايا ذوبت 100 غرام ديال السكر ديال الشوكولاط، الشوكولاط الاسود، وبغيتو باش يجيني شويه ليكيد زدت فيه 3 ديال المعالق ديال الحليب. فوالا بغيت هاد لا تيكستور هادي. دابا غادي نبدا نهز هاد الكرات ديالي وغادي نحطهم فوق الشبكه، نحاول نحيد منهم السائل ديال الشوكولاط، نحطهم فوق الشبكه. نبقى غاديه بحال هكذا حتى نكمل الكرات ديالي كاملين. دابا ملي كملت الكرات ديالي كاملين غادي ناخذ هذا. هنايا درت البوليستيرين وغلفته غلفته ببابي الومنيوم، وهنا عندي هادو ديال لي بوب كيك، هما يطوال بحال ديال لي سوسيت، مي هادو خصيصا ديال لي بوب كيك. دونك غادي ناخذ ان تيج وغادي نديرو في الشوكولا، نديرو في الشوكولا شي لصق ليا، وغادي ناخذ كره. حاول ما نقيسهمش بدي، انا مازال ما نشوفوش بزاف. وغادي ندير هنايا عندي الكوك، كيبقى الزواق عاوتاني على حساب اللي بغينا. غادي ندير عندي هنايا دي بونبون، هاد لي فيرميسيل، فيرميسيل كولور. فوالا ندير هنايا سمارتيس، سمارتيس غادي نحاول نديرهم بيدي وحده بوحده. شي كيعجب الدراري خاصو الخاطر، مي في الاخر النتيجه كتكون غزاله، الدراري كيعجبهم بحال هادشي. خاصو دابا لانيفيرسير ديال لي زونفون، يعني خصنا نديرو ليهم هداك الشي اللي كيفضلو. فوالا غادي نبقى غادا بحال هكذا حتى نكملهم كاملين. فوالا دابا ملي كملتهم لي بوب كيك ديالي، ملي كملتهم بالزواق، على الزواق كيبقى لنا الاختيار. انا حتى اختاريت دي بونبون، هاد لا فيرميسيل كولور شوكولا وكولور، ولا نوا د كوكو، جوز الهند. فوالا كيجيو غزالين والدراري كيحماقو عليهم. دابا بالنسبه للكوب كيك ديالي غادي ندير كريم شانتي ماسكاربون، مي نديرها شوكولا نوار. هنا عندي 200 ml ديال لا كريم ليكيد 30%، غادي ندير 150 غرام ديال لا ماسكاربون، غادي نفويتي بالروبو غير بشويه، ومن بعد غادي نبقى نزيد هنايا غربلت معلقه ديال السكر كلاصي وجوج معالق ديال الشوكولا نوار. دابا غادي نبقى نزيد بشويه بشويه ديال الشوكولا سكر.
دابا من بعد ما مونطيت لا كريم ديالي درتها في لابوش اتوي وغادي نبدا نزوق. صافي غادي نبقى غاديه بحال هكدا. بالنسبه للزواق غادي ندير هاد الفيرميسيل الفيرميسيل كولور سمارتيس مهم. بالنسبه للزواق كيبقى لنا الاختيار اللي بغينا. فوالا نبقى غاديه بحال هكدا حتى نكمل لي كوب كيك ديالي كاملين. فوالا لي بوب كيك اي لي كوب كيك ديالنا كيجيو رائعين وخصوصا كيحمقوا عليهم لي زونفون. كنتمنى تجربوهم في لي زانيفيرسير ولا في المناسبات وتردوا عليا. ما بقى ليا غير نودعكم ونقول لكم على بروشين فوا ان شاء الله. مع السلامه.